شكرا على هذا الاجتماع اللي كنتي فيه سيدات والسادة، شبابنا وشباب العيد السيدات. انا فرحان باش نكون اليوم حاضر معكم على تيزيت، وكتعرفوا المكانه ديال تيزيت اللي عندي في قلبي، يعني منذ سنين التجربه اللي كنا بها من 2011. وانا جاي دابا في السياره وكنشوف لي رياليزاسيون شو وقع في هذا القطاعات مثلا اللي كنا من غير المصاري فيلاج دو باش اللي كانوا داو هنا في المنطقه وداك الشيء. يعني كنشوف الفلاحه تقريبا في القطاع اكثر من 900 مليون ديال الدرهم اللي استثمرت في تيزنيت في قطاع الفلاحه في مختلف المدن، تقريبا 6000 هكتار اللي تراسات المنطقه اللي كانوا كيقولوا ما يمكنش تراس فيها، زيدا تيماينوش ما كاينش الماء انسي تسويت. 5000 هكتار، دونك 6000 هكتار اللي تراسات ديال الاشجار المثمره، وتقريبا 5000 هكتار اللي كانت ديال الكوتا كوت في المنطقه. وكنشوف واحد الانديكاتور اللي هو جد مهم، كنشوف داك يعني صندوق ديال التنميه الفلاحيه اللي هو رافعه ديال الاستثمار. لقيت بانه قبل من مخطط المغرب الاخضر كانت المنطقه تقريبا 2 مليون ديال الدرهم في السنه اللي كانت تاخذ من هذاك الفون ديفلوبمون اغريكول. اليوم كاينه سنويا مثلا في 2020 20 مليون ديال الدرهم، عشرات المرات المضاعفه ديال الدعم ديال الاستثمار. هذا ماشي فقط انه كاين دعم، وانه كاين رافعه، لان الرافعه كل درهم عملتيه في لا سيفونسيون والا كيساوي 2.5 دراهم ولا 3 في الاستثمار، اذا الاستثمارات طلعوا. كنشوف كذلك القطاع ديال الفوارق الاجتماعيه. الفوارق الاجتماعيه تقريبا لقيت في هاد القيود كلها اللي دازت من نهار اللي بدا البرنامج الملكي اللي عطاه سيدنا انطلاقه، والحمد لله اللي غادي في واحد الاتجاه اللي هو صحيح. 1.6 مليار ديال الدرهم بين الجهه وبين فون ديفلوبمون رورال، 1.6 مليار درهم اللي مخصصات الاقليم ديال تيزنيت. 1.6 مليار ديال الدرهم اللي واقفين عليها ليكزيكسيون، 99% ديال الالتزامات ديالها بدات. شكرا لكم. شكرا لكم جميعا. السي عبد الله شكرا على هذا الاجتماع اللي قمتي به سيدات والسادة. اي تحقيق تحل لي زاق الظروف ديالها، وهذا واحد الاستثمارات المهمه اللي هي باينه واللي حاضره في العالم القروي. واش يمكن نقولوا نفس الشيء لابناء المدينه ديال تيزنيت؟ واش غاديين على تيزنيت؟ هادي دابا 6 سنين اش وقع في تيزنيت، في المدينه ديال تيزنيت؟ واش كاينه شي حاجه جديده اللي وقعت في المدينه ديال تيزنيت؟ وخص المواطنين يسولوا راسهم خصهم يعرفوا واش المواطنين عاجبهم الحال ديال هاد 6 سنين ديال الخدمه اللي دازت؟ واش وقع شي ايفينمون؟ واش كاين شي جديد؟ واش كاين شي تحول؟ واش كاين شي كاليتي؟ واش كاين شي نموذج؟ واش كاين شي نظره؟ ما عرفت انا، ما ندخلش، ما نجيش هنا باش ندير المعارضه، ولكن كنقول بان المواطن خاصو يسقسي راسو باش يعرف يدير الخطيه. واليوم حنا كنقدموا السي عبد الله الغزي اللي هو انا كنتبع معاه يعني جميع المشاريع اللي كيقوموا بها هنا في المنطقه، وكنتبعوا عليهم داك الشيء ديال وزاره الفلاحه، وكنشوفوا داك الشيء اللي كيدير تبارك الله في الكونساي بروفانسيال ديناميك، والناس اللي معاه، والاخ اللي الشيخ اللي تكلم حتى هو يعني عمل مجهود كبير في داخل البلديه في هذه السنوات، رغم انه يعني ما تعطاش داك الشيء اللي كان خصو يتعطاه. انا كيظهر لي بانه بحال هذه الكفاءات راه يمكن يغيروا الوضع ديال المدينه. و الى نجحنا في
يعني في المستقبل ان شاء الله. وكانت كنا في داخل الحكومه وكانت عندنا مسؤوليه كبيره في الحكومه. ف وعدنا واحد رئيس البلديه بحال السي عبد الله، وعندنا ناس بحال هذا المستوى وهذه الكفاءات كلها اللي كاينه، راه يمكن لينا نجاو واحد القاطره اللي هي كبيره ديال التنميه في المستقبل ان شاء الله. فانا كنظن ما كنشوف هنا الشعار ديال بانه جامعه اللي تكون تزيد في المعيد، تزيد غادي تكون في المعيد ان شاء الله. ما يمكنش المواطنين ديال تزيد اللي هذه سنوات وشافوا المعقول وشافوا غرس غرس وشافوا لي بروفايل اللي جبناه وشافوا النساء والرجال والشباب اللي كاينين وهذا، وما يمكنش ما يتيقوش فيكم، وما يمكنش الناس تجبل ما تيقش والناس ديال الوطن ما يتيقوش. وبهذه المناسبه سلموا لي على الناس ديال تزنيت كلهم، لانه مع الاسف هذا البانديمي انا متيقن قدامنا اجتماع كبير غادي نجمعوا فيه الالاف والالاف، ولكن غالب الله، ولكن سلموا عليهم جميعا لا في الوطن ولا في الجبل، وسلموا على الناس ديال انزي وديال تفاوت اللي باقي ما قدرتش نوصل لهم هذه السنه، ولكن في هاد الايام الى يمكن ليا غادي نجي، ما يمكن ليا شيء على ايام سبتمبر انا كنوعدهم ان شاء الله غادي نكون تما في 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 المنطقه. حنا درنا برنامج اللي درنا سقسينا 300,000 مواطن، قالوا لنا هادو ها كيجاوب بحال الارنب غادي يعياو، هادشي اللي كانوا كيكتبوا علينا في الصحافه وكيكتبوا علينا ياك كلكم شاهدين. ما عيناش الحمد لله، ربي عطانا الجهد باش نوصلوا حتى مشينا وشفنا 300,000 ديال الناس، خليناهم كيتكلموا وحنا كندورو كنشوفوا الناس، كنديروا لي زوبيراسيون من دار لدار، كنديروا اجتماعات، كنديروا واحد العدد من المسائل. وجبدنا واحد البرنامج اللي هو نابع يعني من الانتظارات ديال المواطن. ما قلناش شي حاجه اللي كنخموها حنا في الرباط، قلنا ها المواطن اش بغى، وقينا خمسه ديال الاولويات واضحه. التغطيه الاجتماعيه، الناس بغات لومبلوا ما بغات الشوماج، الناس بغات الصحه يعني اللي هي احسن وتستاهل الحسن، بغات واحد ليديوكاسيون واحد التعليم اللي خصو يكون في المستوى، اذا خصنا ذاك المدرس وذاك المعلم نتهلاو فيه باش يكون في واحد المستوى باش نقدروا نجيبوا فيه الجاذبيه. الصحه درنا بطاقه ديال الرعايه، درنا النساء اللي ولدوا غادي تكون عندهم واحد لانديميتي باش يقدروا يكونوا، ولكن كونديسيوني بانها تتبع الصحه ديال الطفل ديالها وديال الحمله ديالها وداكشي كله. وكذلك اعاده النظر للهيكله ديال الصحه باش غدا يكون عندنا طبيب الاسره وهذا وهذا وهذا، والدوبلومون ديال البيجي في افق 2025. وهادشي يعني واضح اليوم، اي مواطن مع هادشي اللي واقع في لابونديمي الا سقيتو ليه هنا تيزيد داكشي غيقول لك واك واك، عتكون الصحه هي اهم حاجه. دونك هادشي خصنا نمشيو فيه ان شاء الله. هادو ثلاثه الحوايج عليهم لومبلوا، الناس بغات خدينا المشروع ديالنا انه يعني لا في الفلاحه، مثلا في الفلاحه المشروع ديال جينيراسيون غرين اللي حنا نؤمن به، اللي هو مشروع ديال صاحب جلاله واللي غادي بدينا كنزلوه في الميدان، ودرنا ليه لي بلون ريجيونو ودرنا ليه بلون مع لي زانتيير بروفيسيون واجد باش يهبط الميدان. هذاك المشروع فيه بانه غادي نقدو 400,000 عائله اللي هما فلاحه. شكرا لكم. شكرا لكم جميعا السي عبد الله، شكرا على هذا الاجتماع اللي قمتي به. السيدات والساده، الشباب هنا وشباب العين، السيدات انا فرحان باش كل يوم حاضر معكم هنا في تيزنيت، وكتعرفوا المكانه ديال تيزنيت اللي عندي في قلبي، يعني منذ سنين التجربه اللي كنا بها من 2011. وانا جاي دابا يعني في السياره وكنشوف لي رياليزاسيون اش وقع في هاد القطاعات مثلا اللي كنا يعني من غير يعني
ما صار لي فيلاج دو باش اللي كان قدام هنا في المنطقه وداك الشيء. على حساب ما يمكنش نخليو الناس واحد لا لا بدا ما يخرجوا برامج اللي هما يمكن تاخذ يد العامله اكثر في المستقبل. اذا هادو خمسه ديال الالتزامات، كل التزام فيه خمسه ديال الاجراءات هي 25، انتم عارفين البرنامج. وهذا شيء بالنسبه لي انا جد مهم انه تكون واحد الفريق. شكرا شكرا لكم. شكرا لكم جميعا السي عبد الله، شكرا على هذا الاجتماع اللي قمتي به. سيدات والساده، شبابنا وشباب العيد، السيدات، انا فرحان باش نكون اليوم حاضر معكم هنا في تيزيت. وكتعرفوا المكانه ديال تيزيت اللي عندي في قلبي، يعني منذ سنين التجربه اللي كنا بها من 2011. وانا جاي دابا في يعني في السياره وكنشوف لي رياليزاسيون شو وقع في هاد القطاعات مثلا اللي كنا يعني من غير يعني المصاري فيلاج دو باش اللي كانوا داو هنا في المنطقه وداك الشيء. يعني كنشوف الفلاحه بقى المشروع ديالنا حنا اليوم. النتائج اللي شفنا واللي عطات الوزاره الداخليه كتفرحنا. حنا عندنا الصف الاول 81% ديال التغطيه على المستوى الوطني. شكرا شكرا لكم. شكرا لكم جميعا السي عبد الله، شكرا على هذا الاجتماع اللي قمتي به. سيدات والساده، شبابنا وشباب العيد، السيدات، انا فرحان باش نكون اليوم حاضر معكم هنا في تيزيت. وكتعرفوا المكانه ديال تيزيت اللي عندي في قلبي، يعني منذ سنين التجربه اللي كنا بها من 2011. وانا جاي دابا في يعني في السياره وكنشوف لي رياليزاسيون شو وقع في هاد القطاعات مثلا اللي كنا يعني من غير يعني المصاري فيلاج دو باش اللي كانوا داو هنا في المنطقه وداك الشيء. يعني كنشوف الفلاحه تقريبا القطاع اكثر من 900 مليون ديال الدرهم اللي تستثمرت في تيزنيت في قطاع الفلاحة. بحال السي عبد الله وبحال السي وكاك، واحد العدد دابا الوجوه الجديدة. أنا متيقن أنكم على المسار الصحيح وعلى السكة الصحيحة وغادي تزيدوا. شكرا شكرا لكم. شكرا لكم جميعا السي عبد الله، شكرا على هذا الاجتماع اللي قمتي به. سيدات والساده، شبابنا وشباب العيد، السيدات، انا فرحان باش نكون اليوم حاضر معكم هنا في تيزيت. وكتعرفوا المكانه ديال تيزيت اللي عندي في قلبي، يعني منذ سنين التجربه اللي كنا بها من 2011. وانا جاي دابا يعني في السياره وكنشوف لي رياليزاسيون شو وقع في هاد القطاعات مثلا اللي كنا يعني من غير يعني المصاري فيلاج دو باش اللي كانوا داو هنا في المنطقه وداك الشيء. يعني كنشوف الفلاحه تقريبا القطاع اكثر من 900 مليون ديال الدرهم اللي تستثمرت في تيزنيت في قطاع الفلاحه في مختلف المجالات. تقريبا 6000 كتار اللي تغسلت المنطقه اللي كانوا كيقولوا ما يمكنش تغسل فيها، زيدات ما ينوش، ما كاينش الماء، انسي سويت. 5000 هكتار، دونك 6000 هكتار اللي تغسلت ديال الاشجار المثمره، وتقريبا 5000 هكتار اللي كانت ديال الكوتا كوت في المنطقه. وكنشوف واحد الانديكاتور اللي هو جد مهم، كنشوف داك يعني صندوق ديال التنمية الفلاحية اللي هو رافعة ديال الاستثمار. لقيت بأنه قبل من مخطط المغرب الأخضر كانت المنطقة تقريبا 2 مليون ديال الدرهم في السنة اللي كانت تاخد من هذاك الفون ديفلوبمون أغريكول. اليوم كاينة سنويا مثلا في 2020 20 مليون ديال الدرهم.